شو بدي قول ام تي في شي مش معقول. ما ينتظركم هذا الموسم عبر شاشة الام تي في عن جد شي مش معقول. فعلى مدار الأسبوع أي 7 على 7 تستقبل معكم الام تي في الموسم الجديد ب 16 برنامجا، برامج سياسية، أمنية، اجتماعية، ثقافية وترفيهية. تحقيقات، استقصاءات ومسلسلات كلها اجتمعت بشاشة واحدة هي الام تي في التي أطلقت باقة برامجها الجديدة من محطة الام تي في في احتفالية مميزة حضرتها عائلة الام تي في ونخبة من الأصدقاء والوجوه الإعلامية. برامج جديدة ستتابعونها بشغف عبر الام تي في بوجوه تشبهها وتشبهكم. كنت بيتي ورحت ورجعت على البيت. محمد خليك معنا، رح ابقى معكم وباقي معكم، راجعين ببرنامج جديد. بارود شو شرقتت الام تي في على الاخر، بارود ونار. برنامج رح يكون ترفيهي، قلبي وروحي رح احطهم بالام تي في. قد ايه بتحب الام تي في؟ كثير. فرجينا هالقد دهية الكبار. إضافة إلى البرامج الجديدة تضم باقة الموسم الجديد برامج كتبت لها الاستمرارية بفضل محبة الجمهور. أنا هون بعائلتي، أنا مبسوط جدا ومرتاح، والسؤال مش لازم ينسأل إذا بعدني أو رح أبقى. يمكن في مثل ما بقولوا زواج ماروني نحن والام تي في. ولا مرة بيصير في طلاق يعني؟ مستحيل. أنا بحسبهم هذيك مرة 16 سنة هون، هذا صار بيتي. أول شيء هابي بيرثداي. ها ثانك يو. ضلك معيد بالام تي في دايما؟ اكيد، لوين بدي اعيد غير هون، هذا بيتي. اكيد باقي بالام تي في لانه بلشنا الثوره من الام تي في وبدنا نكمل فيها. جاي حلقات كثير حلوه رح يحبوها المشاهدين. وسكوب لك انه نحن رح نفوت كاول وسيله اعلام عربيه على السجن المركزي بروما ريبيبيا، يلي السجن يلي بضم كبار اسماء المافيا. ملفات امنيه طول عمرها كانت اوفر كلاسيفايد، سريه للغايه، رح يعلن عنا لاول مره. شو رايك هيك بهالثنائيه انت ووسام؟ برايك رح تنجح؟ هلا عم نتمرن شوي على كم رقصه. رح يكون في ابجريد بكل شيء، بالديكور، بالجرافيكس، بالمؤثرات الخاصه. مين بيعرف رجع؟ ليه رجع؟ رجع لأن العالم اشتاقت، وطلع أنه اللبنانيين والعرب بحبوا البرامج اللي فيها ثقافة، الجمهور عايز كده. طلع للدراما حصة الأسد على شاشة الام تي في، كيف لا، والشاشة استطاعت استقطاب أهم الوجوه التمثيلية والإخراجية والإنتاجية. بردينة أنت بالام تي في؟ بالعكس، أنا كتير دفيانة بالام تي في ومبسوطة. مبسوطة هون، إن شاء الله إنه بيستمر هيدا التعاون مع الام تي في، وبتمنى إني ضلني فرد من الأفراد يلي موجودة فيها. النائب زياد حرب، أعلنت الحرب عبر الام تي في؟ لا بالعكس، المسلسلات الأخرى؟ بالعكس ما أعلننا الحرب، رح ناخدها من غير منظار، حببنا الناس بزبط. هلا بعد برداني أنا الناس محمسة تفوت على المغافة، كل البنات بيروحوا على المخافة إذا بدك. إيه دور مختلف أكيد. الحلقة اللي حاططها إلها علاقة بالدور؟ خلينا نشوف بليز. إلها علاقة بالدور؟ إلها علاقة بالدور، ولأنا فخدتها جديد مش عم بقدر شيلها يعني. الرياضة لن تغيب طبعا عن الموسم الجديد، فأنتم على موعد مع موسم حماسي آخر من الفوتبول بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للأم تي في حبيب غبريل. أم تي في بتنقل حصريا الدوري اللبناني للفوتبول، ومآمنة بهاللعبة الشعبية الأولى بلبنان. أما الوجوه التي لم تطل هذا الموسم فستطل حتما في موسم آخر. أكيد على الام تي في، لو مش هلا لو بعد 10 سنين على الام تي في. وقبل الختام كلمة من القلب لرئيس مجلس إدارة الام تي في ميشيل المر من شقيقه عضو مجلس الإدارة والمدير العام كارل المر. بتشكر ميشيل اللي هو من وراء كل هالشيء اللي عم تشوفوه، كل البرامج اللي عم بتزيد على الام تي في كل سنة، ولو ما مندعم ميشيل لكلنا ما بتصور كل كان بعد في ام تي في بهالقوة. بتصور هالسنة هتكون أول سنة لام تي في من وقت ما فتحت. ولأن ختامها مسك كان لابد من كلمة لميشيل المر الذي رد شكر المعنيين له بالشكر. أنا بدي أقول لهم مش يشكروني، أنا بدي أتشكرهم لأنه في فريق عمل كتير كبير عم يعمل مجهود كتير كبير ليقدر يوصل هالبرامج ويعمل ينتج هالبرامج بهذه الظروف الصعبة اللي قاطع فيها البلد. هذا الموتو طبعاً رغم كل شيء بالبلد، على طول واحد بيطلع على القصص الإيجابية، ونحن مكفين نزرع البسمة بوجوه الناس، ورح نضلنا نحن نستثمر بهالبلد لأنه منحبه. باختصار إنها الام تي في شاشة تتحدى، تتصدى، تراهن وتكسب الرهان،
لأن سلاحها صورة على صورة لبنان الذي نريد. أحلى صورة لبنان.